وأيضا يعرض على شاشة دجلة خلال شهر رمضان المبارك مسلسل تاتو، وبيصنف هالمسلسل من ضمن المسلسلات الدرامية، وهو أيضا من إنتاج قناة دجلة الفضائية وتأليف مهند هادي ومن إخراج علي أبو سيف، ومصحوب بأحداث مشوقة بتحاكي واقع الشارع العراقي. وبدور أحداث المسلسل حول مفهوم السعادة والفكرة الخاطئة عن السعادة المفهومة للناس، وهالسعادة ما بتتحقق إلا من خلال تلبية الرغبات. وهالعمل رح يكون من بطولة الفنانة إيناس طالب والفنان قادم الكريشي ومهند هادي، تمارا جمال، ميرا طالب، وكوكبة أخرى من النجوم منهم حيدر، فالح إبراهيم، خضير أبو العباس، أما نجوم الشباب فساندي جمال وعلي صبيح. عندهم نفوذ من زاخو لحد الفار. ليش انتو خايفين؟ بالنسبة إلي ما خايف. يا هلا، أنا مشكلتي ويا الحيتان اللي شغلكم. وإذا أنت مسنود فكنا مسنودين وإنا ظهر. فلوس ماكو. المهم هسه أن نلقي الهاردات المفقودة. يوم دير بالش تثقين بأحد. دير بالش لأن كلهم شاركوا بقتل زين؟ أكو مصيبة. أبو سعد راح يقتلني أنا وأمك. يعني لا إحنا اللي هجرنا ولا إحنا اللي فجرنا. يجي يوم تدورون على حفرة تختنون بيها مثل اللي تدعي بيها ما تدعي. عبود وخر من قدامي خلي أتبعهم السيناتهم. شي قاسي الإنسان يكتب من وطنه. بديها أخو هذا التاتو.